مرحبا أحبابي، اليوم بدي أعمل أنا وياكم حلو كتير كتير سهل وبسيطة وعن جد كتير كتير طيبة ورائعة، وبتتحضر معنا بأقل من 10 دقايق تقريبا. حلو بالموز، حلو الموز كتير سهلة وطيبة. إذا عندكم موز موزتين تعملوا هيدا الحلو كريمي وكتير طيبة وبتشهي، وإن شاء الله بتنال إعجابكم. دايكم إنه شكل عليها شايفين كريمة، شايفين كتير رائعة، شايفين منها شكل بشهي. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. بحط حليب كوب 2، حطينا كوبين حليب، منضيف سكر ملعقة، نشا ملعقة 2، ملعقتين طعام نشا، نص ملعقة صغيرة فانيلا، حركن تحريك مستمر على الغاز ليشتد عنا الخليط. بس اشتد عنا الخليط بهيدا الشكل منطفي الغاز. ضيف ظرف كريمة كمان، نضيف ملعقتين طعام جبنة ماسكربوني، خلطهم منيح مع بعض. فيكن تستبدلوا جبنة الماسكربوني بقشطة، علبة قشطة. صار عنا هيدا الخليط، بحطهم على جنب. عندي هيدا البسكوت، انتو بتستعملوا البسكوت المتوفر عندكم ما في اي مشكلة. بحط البسكوت بالحليب، وبصف بالصينية. بس حطيت البسكوتات بهيدا الشكل، هلأ منحط من الخليط اللي عملناه أنا وياكم. نقسم الخليط تقريبا لقسمين، مدن على البسكوتات. بس حطينا الخليط، هلأ بحط فستق حلبي، وعنا موز كمان، هلأ منقطع الموز. شايفين حلو كتير كتير رائعة. حطينا الموزات بهيدا الشكل، برجع بحط بسكوت بالحليب وبحطن على الموز. حطينا البسكوتات، بحط الخليط اللي باقي عنا. مدوا نفس المستوى، حط على الوجه فستق حلبي كمان. بعد ما حطيت الفستق الحلبي على الوجه، هلا بحطها بالبراد اقل شيء ساعتين. هيدا الحلو بعد ما حطيتها بالبراد ساعتين، منزين قبل التقديم بهيدا الشكل شيء بسيط من الموز، وبحط رشة خفيفة من الفستق الحلبي على الموز اللي حطيته. هيدا حلو الموز اللي عملتها أنا وياكم، بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكم، وتعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي أحبابي.